السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر لمادة تكون معاكم بإذن الله من سبيكة من محافظة مطروح، وهنستكمل إن شاء الله مع بعض الدرس الأول من الوحدة الثانية اللي هو طبقات الغلاف الجوي. اتكلمنا في الجزء الأول من الثاني، والنهاردة بإذن الله هنستكمل باقي طبقات الغلاف الجوي في الجزء الثالث. نهاية الدرس إن شاء الله سنة تانية هنتعرف على خصائص طبقات الغلاف الجوي، وهندرك أهمية دراسة طبقات الغلاف الجوي ده بالنسبة لينا، وهنستنتج أهمية كل طبقة من طبقات الغلاف الجوي. طبعا إحنا اتكلمنا عن أول طبقتين في طبقات الغلاف الجوي اللي هما طبقة التروبوسفير وطبقة الستراتوسفير. ناخد كده مراجعة سريعة عليهم كده. احنا قلنا طبقة التروبوسفير ديت الطبقة الأولى من الغلاف الجوي، وارتفاعها من سطح البحر لحد 13 كيلو متر. أما الستراتوسفير دي كانت الطبقة الثانية، وارتفاعها من 13 لحد 50. يعني أنا مثلا لو هنا كده الطبقة رقم واحد هي التروبوسفير، والطبقة رقم اثنين اللي هي الستراتوسفير. قلنا الطبقة الأولى ديت من سطح البحر عندي لحد ارتفاع 13 كيلو متر. ده الارتفاع بتاعي، والثانية واخدة من ارتفاع 13 حتى 50 كيلو متر اللي هي الستراتوسفير. تمام، احنا قلنا في خط فاصل كده ما بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية سميناه التروبوبول، وفي خط فاصل برضه ما بين الطبقة الثانية والثالثة سميناه الستراتوبول، وقلنا إن التروبوبول دوت بتثبت عنده هو والستراتوبول درجة الحرارة. فهنلاقي إن درجة الحرارة في الطبقة الأولى بتقل، تقعد تقل تقل تقل، كل واحد كيلو بتقل 6.5 درجة مئوية، لحد ما بنوصل عند التروبوبول وتثبت درجة الحرارة، بتوصل فيها درجة الحرارة سنة تانية، إحنا قلنا لحد سالب 60 درجة مئوية. تمام، يبقى أنا درجة الحرارة في الأولى بتقل، تمام؟ ودرجة الحرارة في الطبقة الثانية بتزيد من سالب 60 اللي هي في اولها من عند التروبوبول لحد ما بتوصل للصفر درجه مئويه عند الستراتوبول. يبقى الاولى بتقل والثانيه بتزيد في درجه الحراره، وكلهم بيقلوا في الضغط الجوي، لان احنا قلنا بالارتفاع لاعلى بيقل الضغط الجوي. تمام، احنا قلنا سمك الطبقه الاولى دي 13 كيلو متر، وسمك الطبقه الثانيه من ارتفاع من 50 ل 13، الحته اللي بينهم دي قلت لكم تجيبوها من تنقطوا ال 50 من 13 هيطلع عندي السمك بتاعها 37 كيلو متر. اهم حاجه في الطبقه الاولى ديت ان هي بيحصل فيها جميع التقلبات الجويه سواء الامطار او الرياح، بسبب ان هي موجود فيها 75% من كتله الغلاف الجوي، وكمان موجود فيها 99% من بخار الميه، فهي بتنظم درجه حراره سطح الارض. دي اهم حاجه في الطبقه الاولى. اما الطبقه الثانيه ديت اهم حاجه فيها ان هي بتحتوي على غاز الاوزون في الجزء السفلي منها من 20 كيلومتر ل 40 كيلومتر، عشان كده بنطلق عليها طبقة الغلاف الجوي الأوزون. ده اللي احنا اتكلمنا عنه في الجزء اللي فات. النهارده بإذن الله هنستكمل كده مع بعض في سنة تانية طبقات الغلاف الجوي اللي هي الطبقة الثالثة والطبقة، تعالوا كده نشوفهم مع بعض. الطبقة الثالثة من طبقات الغلاف الجوي بنسميها الميزوسفير، طبعا دي طبقة متوسطة ما بين الطبقات، عشان كده بنطلق عليها اسم الطبقة المتوسطة. اطلقنا على الطبقه الاولى المضطربه والطبقه الثانيه الغلاف الجوي الاوزوني، تمام؟ اما الطبقه الثالثه النهارده بنطلق عليها الطبقه المتوسطه. لو جينا كده شفنا الترتيب بتاعهم، ادي رقم 1 2 3، هي موجوده فين السنه الثانيه؟ الميزوبوز موجوده ما بين الستراتوسفير والثيرموسفير. يبقى الميزوسفير عندي موجوده ما بين الستراتوسفير والميزوسفير اللي هي الطبقه الرابعه، يبقى موجوده في وسط طبقات الغلاف الجوي، عشان كده بنطلق عليها الطبقه المتوسطه. يطلق عليها الطبقه المتوسطه لانها بتحتل موقع متوسط ما بين طبقات الغلاف الجوي. تعالوا كده نشوف السمك. احنا قلنا الطبقه الاولى دي كان سمكها كام؟ 13 زي الثانيه. اما الطبقه الثانيه دي كان سمكها كام؟ 37. السمك بتاعها كان كام؟ 37، لان هي كانت من ارتفاع 13 لحد كام؟ 50. طب تعالوا كده نشوف الطبقه الثانيه ديت من ارتفاع 50 لحد قد ايه؟ الطبقه دي من اول 50 لحد 85 كيلو متر، تمام؟ يبقى السمك بتاعها كام يا سنه ثانيه؟ برافو، يبقى سمكها 35 كيلو متر. يبقى انا دلوقتي عندي السمك بتاعي بتاع الطبقه الثالثه موجود من الستراتوبوز اللي هي 50 كيلو متر حتى الميزوبوز اللي هي 85 كيلو متر، فبجيب السمك بتاعها اللي هي الحته اللي في النص دي بتبقى 35 كيلو متر. يبقى الفاصل ما بين الستراتوسفير والميزوسفير حاجه اسمها الستراتوبول، تمام؟ يبقى الخط الفاصل او الطبقه الفاصله ما بين الستراتوسفير والميزوسفير اللي هي
الستراتوفول درجة الحرارة. أنا كنت قايلة لكم إن درجة الحرارة في الطبقة الأولى بتقل فيها درجة الحرارة، صح؟ خلينا ماشيين كده، بتقل. بصوا درجات الحرارة هتبقى عاملة إزاي؟ واحدة تقل وواحدة بتزيد، الثانية كانت بتزيد، الثالثة تبقى درجة. تعالوا كده نشوف درجة الحرارة هنا كانت بتقعد تقل 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 لحد ما وصلت عند التروبوبول، وصلت عند ثالث 60 درجة مئوية. ده في الطبقة الأولى اللي هي التروبوسفير. برافو، يعني ثبتت عندي درجة الحرارة عند التروبوبول وصلت لحد عند ثالث 60 درجة مئوية. وبعد كده درجة الحرارة بتفضل تزيد 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 لحد ما تيجي عند التروبوبول، وهتقف درجة الحرارة وتفضل درجة الحرارة عند الست درجة مئوية. تمام. الطبقة الثالثة اللي احنا بنتكلم بقى عنها سنة تانية، موجودة من أول التروبو التروبوبوز عندي هنا لحد نهاية الطبقة دي اللي هو التروبوبوز، هتقعد درجة الحرارة تقل 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 لدرجة إنها هتقل كمان أكتر من الطبقة الأولى، هتبقى سالب 90 درجة مئوية. يبقى درجة الحرارة فيها تقعد تقل تقل لحد ما توصل سالب 90 درجة مئوية. عشان كده احنا بنقول ان الطبقة دي بنسميها الطبقة الباردة، لان درجة الحرارة بتقل فيها اكتر بكتير كمان من الطبقة الاولى. تعالوا كده بقى نتكلم عن درجة الحرارة. يبقى هتقل فيها درجة الحرارة كلما ارتفعنا الى اعلى لحد ما توصل كام يا سنة تانية؟ سالب 90 درجة مئوية. تمام، عشان كده بنسميها ابراد الطبقات. يبقى نفتكر كده، الطبقة الاولى بتقل فيها درجة الحرارة لحد ما توصل سالب 60 درجة مئوية، الطبقة التانية هتزيد لحد ما توصل صفر، الطبقة التالتة هتقل لحد ما توصل سالب 90 درجة مئوية. يعني كل طبقة مرة تقل وبعدين تزيد وبعدين تقل، هنشوف بعد كده هتزيد هتوصل لكام في الطبقة. الضغط الجوي، طبعا احنا لما اتكلمنا عن الضغط الجوي في الطبقات كلها قلنا ان الضغط الجوي كلما ارتفعنا الى اعلى بيقل الضغط الجوي. هو قل في الطبقة الاولى وقل برضه في الطبقة التانية. وصل في الطبقة الأولى عندنا الكام سنة تانية؟ تمام، 100 ملي بار. والطبقة التانية اللي هي الستراتوسفير وصل فيها الواحد ملي بار. هنا كمان هتقل الضغط الجوي عن 1 ملي بار كمان لحد ما يوصل عندي 1 من 100 ملي بار. يبقى هيقل عندي الضغط الجوي لحد ما بيوصل لواحد من 100 ملي بار. ده الضغط الجوي. يبقى الطبقة المتوسطة اللي هي الميزوسفير تقع بين الطبقتين اللي هم الستراتوسفير والستروموسفير، ما بين الطبقة التانية والرابعة. تمام، عندي الطبقة دي بسميها طبقة متوسطة لأنها بتتوسط طبقات الغلاف الجوي. ارتفاعها من 50 لحد ما توصل 85 كيلومتر، يعني سمكها 35 كيلومتر، بتقل فيها درجة الحرارة وبيقل فيها برضو الضغط الجوي. ايه بقى مميزات الطبقة دي؟ احنا لو لاحظنا كده الطبقة دي مضطربة، بس مش مضطربة زي الطبقة الأولى لأن هي فيها جميع التقلبات الجوية، لا، ده دي طبقة مضطربة شديدة التخلخل، متخلخلة. ليه متخلخلة يا سنة تانية؟ لان هي فيها كميه محدوده من غازين اثنين اللي هم الهيدروجين والهيدروجين. يبقى الطبقه دي طبقه متخلخله او شديده التخلخل لانها بتحتوي على كميه محدوده من غاز الهيليوم وغاز الهيدروجين. اهم ميزه بقى للطبقه الميزوسفير ان هي بتحمي كوكب الارض من الكتل الصخريه الفضائيه. طبعا احنا خدنا كده في سنه اولى عندنا كتل صخريه بتسقط من الغلاف الجوي وتنزل على سطح الارض. طبعا الكتل الصخريه دي ممكن يحصل لها احتراق تام زي الشهب اللي بتنزل لنا كده، او ممكن يحصل لها احتراق جزئي وتبقى زي النيازك. تمام، احنا عندنا دلوقتي الشهب، الشهب دي لما بتنزل عباره عن سهام ضوئيه كده نازله يعتبر احترقت كليا في الغلاف الجوي. طب مين اللي ادى لاحتراقها؟ اهم بقى ميزه في طبقه الميزوسفير انها بتحمي كوكب الارض من الكتل الصخريه الفضائيه دي لما بتدخل الغلاف الجوي، حيث يحترق بعضها نتيجة احتكاك الجزيئات الهواء. يبقى بتحتك فيها الكتل الصخرية الفضائية دي، تحتك بجزيئات الهواء الموجودة في طبقة الميزوسفير وهتكون عندي الشهب. يبقى بتتكون الشهب فين؟ بتتكون في طبقة اللي هي الطبقة الثالثة من طبقات الغلاف الجوي. يبقى لو جه قال لي كده سؤال تتكون الشهب فيه، هقول له فين؟ في الميزوستلم. زي ما احنا شايفين كده قدامنا، يبقى الشهب بتتكون في طبقه الميزوستير نتيجه احتكاك الكتل الصخريه الكبيره اللي جايه من الفضاء فين؟ في الطبقه، في جزيئات الهواء اللي موجوده في الطبقه. طب حد يجي يسالني كده يقول لي يا مستر، طب ما سفن الفضاء كمان بتطلع وبتمر برضه بالميزوستير، هل هي كمان هتحتك بجزيئات الهواء اللي موجوده في الطبقه دي وهتتحرق؟ تمام، احنا دلوقتي عندنا سفن الفضاء، لو جينا كده شفنا السفن معموله ازاي، المقدمه بتاعت السفينه معموله على شكل مخروط، يعني الحته اللي قدام دي هي اللي بتطلع. تمام، انا عندي الاحتراق، هل لما حاجه، لو انا مثلا جبت مثلا في مثلا عين الشخص حاجه تخينه كده ممكن تدخل في عينه، ولا حاجه
عامله زي الدبوس. اسهل ايه الاسهل اللي تخترق الحاجه بسرعه؟ او ورقه مثلا، انا ماسكه ورقه وماسكه مسطره، والمسطره دي عريضه وانا هدخلها في الورقه، هل هتدخل زي ما سن الدبوس بيدخل في الورقه؟ مين اللي هيدخل بسرعه؟ سن الدبوس. هو بالظبط عندي سفن الفضاء معموله الجزء بتاعها من قدام كده على شكل مخروط، تمام؟ شكل مخروط، تمام. هتقولي لي تمام يا ميس، يعني قسم الفضاء دي لما بتيجي تخرج تمام هنا كده بتبقى على شكل مخروط، تمام. يبقى من قدام هنا مش هيحصل لها، بس من ورا يا ميس هيحصل لها ايه؟ ما هتحترق برضه، هتحتك بجزيئات الهواء اللي موجوده وهتحترق. هقول له لا، سفن الفضاء دي اثناء مرورها بالميزوسفير المقدمه بتاعتها مخروطيه، قلنا تمام. فدي كده هتشتت الحراره، هتشتت الحراره كده فمش هتتحرق. كمان ليها ديل من هنا كده، الديل بتاعها مصنوع من ماده عازله، يبقى الديل ده مصنوع من ماده عازله، يبقى هتعزل ايه؟ الحراره فمش هتتحرق. يبقى انا عندي عشان كده سفن الفضاء اثناء مرورها بطبقه الميزوسفير ما بتحترقش، عشان المقدمه بتاعتها على شكل مخروط بيشتت درجه الحراره اللي موجوده، وديلها مصنوع من ماده عازله. اهم ميزه لينا بقى طبقه الميزوسفير ان هي بيحترق فيها الكتل الصخريه الموجوده اللي بتنزل لينا من الفضاء وتحتك بجزيئات الهواء اللي موجوده، وهتكون الشهب نتيجه احتراقها احتراق كامل. لو جاء لي سؤال كده، تتكون الشهب ليه في طبقه الميزوسفير؟ هقول نتيجه احتكاكها بجزيئات الهواء اللي موجوده في طبقه الميزوسفير. عندي بعد كده الطبقه الرابعه، والطبقه الرابعه دي سنه ثانيه احنا قلنا ان اسمها الترموس. كلمه الترموسفير، كلمه الترمو اصلا دي معناها حرام، يبقى جايه من الطبقه دي اكيد فيها درجه حراره مرتفعه، تمام؟ يبقى بنسميها الطبقه الحراريه، ترموسفير بنسميها الطبقه الحراريه. طب تعالوا كده نشوف، انا قلت لكم درجه الحراره، انما الطبقه الاولى ايه اللي بيحصل لدرجه الحراره؟ بتقل لحد ما بتوصل لكام؟ لسالب 60، نحفظهم كده كتير مع بعض عشان نفهم، سالب 60 درجه مئويه عن الحد الفاصل اللي هنا اللي اسمه تروبوبول. تعالوا كده هنا الطبقه الثانيه اهي، تمام. درجة الحرارة بتحصل فيها ايه؟ بتزيد لحد ما بتوصل لكام؟ للصفر، درجة مئوية. طبعا الصفر أفضل من السالب، تمام؟ هنيجي بعد كده نلاقي إن في الطبقة الثالثة عندي، تمام؟ موجودة عندي حد الفاصل اللي بينها وما بين الطبقة الرابعة، بتوصل لسالب 90 درجة مئوية اللي احنا سميناها البرده، تمام؟ اللي هي الطبقه المتوسطه البرده اللي في النص دي، درجه الحراره بتوصل عندها بتقل لحد ما بتوصل ثالث 90 درجه مئويه. بعد كده درجه الحراره بتزيد تاني، بس بتزيد جدا 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 لحد ما بتوصل ل 1200 درجه مئويه، تمام؟ عرفنا ليه بقى يا سنه ثانيه انا سميتها بالطبقه الحراريه؟ هنقول لانها اسخن طبقات من الغلاف الجوي، زي ما انتم شايفين كده ان درجه الحراره بتقل، بتقعد تزيد فيها تزيد لحد ما بتوصل 1200 درجه مئويه، دي طبعا درجه عاليه جدا، عشان كده سميناها واطلقنا عليها الطبقه الحراريه. هنتكلم بعد كده عن السمك. نراجع كده مع بعض السمك. احنا قلنا تاني الطبقه الاولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، الطبقة الرابعة. من الارتفاع هناخد السمك. طبعا احنا عندنا هنا دوت بنسميه سطح البحر، تمام؟ احنا قلنا الطبقة الأولى واخدة من أول سطح البحر عندي لحد مين؟ 13 كيلو متر، تمام. طب الطبقة الثانية واخده من اول ال 13 اللي هو الحد اللي في النص ده لحد كام؟ 50 كيلو متر. برافو. طب الطبقه الثالثه واخده من 50 ل 85 كيلو متر. طبعا الطبقه الرابعه دي هنشوف دلوقتي كده لحد 675 كيلو متر. ده الارتفاع بتاعه. احنا قلنا السمك هنا يا سنه ثانيه 13، ارتفاعها قد سمكها، يبقى السمك هنا يا ميس 13
كيلومتر، ده السمك في الطبقة الأولى، تمام؟ وعلمتكم السمك ناقصه اللي هو الرقم ده من الرقم ده يجيب لنا الحتة اللي في النص اللي هي السمك، تمام؟ 50 لما نقصناها من 30 طلعت 37، يبقى سمك الستراتوسفير اللي هي الثانية 37 كيلومتر. طب هنا كان كام؟ برافو، 35 كيلومتر ده السمك عنده، تمام؟ هنا بقى هيبقى السمك كام؟ ننقصهم كده من بعض هيبقى كام؟ 590 كيلومتر. يبقى انا كده عرفت طبقات عندي، عندي الطبقه الاولى ارتفاعها 13 كيلومتر وسمكها 13، الطبقه الثانيه من 13 عند بنسميه تروبو بول، ده المنطقه اللي بتثبت فيها درجه الحراره، تمام؟ ماشي. وعندي بعد كده الستراتو بول، تمام؟ وبعد كده الميزوزوي. دي المناطق اللي بتثبت فيها درجة الحرارة، احنا قلنا هنا درجة الحرارة بتقل وبعدين بتزيد وبعدين بتقل وبعدين بتزيد. يبقى انا بالنسبة لي كده هحفظ الارتفاعات وهجيب منها السمك، واعرف ان درجة الحرارة في الأولى بتقل لحد ما بتوصل لسالب 60، وبعدين بتزيد في الثانية لحد ما بتوصل للصفر، وبعدين بتقل في الثالثة لحد ما بتوصل سالب 90، وبعدين ترجع تزيد تاني في الرابعة توصل 1200 درجة مئوية، تمام كده؟ نتكلم بقى عن السمكة عندي هنا، دي طبقات الغلاف الجوي زي ما أنا رسمتهم، تمام؟ السمكة عندي هيبقى من 85 إلى 675، ده الارتفاع، هنقصهم من بعض هيبقى السمكة عندي 590 كيلو متر، ده السمك بتاعي سنة تانية. نيجي بقى لدرجة الحرارة زي ما أنا قلت لكم بالظبط، درجة الحرارة بقى طبعًا إحنا سمينا الطبقة دي الطبقة الحرارية، يبقى أكيد درجة الحرارة بيحصل فيها إيه؟ بتزيد فيها درجة الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى لحد ما بتوصل لـ 1200 زي ما قلنا درجة مئوية، عشان كده بنسميها أسخن الطبقات. نتكلم بعد كده في طبقة الترموسفير. طبقة الثرموسفير ديت مفروض ان هي اخر طبقات الغلاف الجوي، تمام؟ اكيد يعني بعد كده الغلاف، بعد كده الفضاء الخارجي اللي موجود، يعني انا عندي كوكب الارض، احنا قلنا الغلاف الجوي بتاعه 1000 كيلومتر على ارتفاع 1000 كيلومتر، اللي هم الطبقات بتوعنا اللي هم الاربعه الموجودين. اخر طبقه عندي اللي هي طبقه الثرموسفير اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا ان هي الطبقه ايه؟ الحراريه، تمام؟ طبعا الطبقه دي موجود بعديها الغلاف اخر الغلاف الجوي بتاع الارض، وبعد كده الفضاء الخارجي بقى هيندمج بقى مع كوكب الارض، لان احنا اصلا عباره عن كره فين موجوده في الفضاء الخارجي، فاحنا مش هننفصل عن الفضاء، احنا موجودين اصلا في الفضاء كوكب الارض. في بقى جزء علوي كده موجود في طبقه الترموسفير بنسميها الايونوسفير. الجزء دوت ليه سميناه ايونوسفير؟ لانه موجود فيه ايونات مشحونة. تعالوا بقى نمسك كده طبقة الأيونوسفير ديت ونتكلم عنها بالتفصيل. طبقة الأيونوسفير ديت موجودة قلنا في الجزء العلوي في الطبقة الرابعة، تمام؟ وقلنا إن الأيونوسفير ديت موجود فيها أيونات مشحونة. طب تعالوا كده نشوف شكلها عامل إزاي. دي كده طبقة الأيونوسفير موجودة فين؟ في آخر الطبقات خالص اللي هي الجزء العلوي من الترموسفير اللي هي رابع طبقة من طبقات الغلاف الجوي. زي ما احنا شايفين كده الصورة اللي قدامنا، بصوا هنلاقوا فيها ايه؟ ارسال طالع وبعدين منعكس وبعدين طالع، طب يا ترى الطبقة دي بتعمل ايه؟ احنا قلنا الطبقة دي فيها ايونات مشحونة سبب في الجزء العلوي من الترموسفير، احنا قلنا الترموسفير اصلا من سنة تانية واخدة من الارتفاع بتاعها من 85 مرتفعة ل 675، تمام؟ دي بقى عند ارتفاع 700 كيلو متر اللي هي الجزء العلوي اللي اعلى من طبقه مين؟ الترموسفير، فوق سطح البحر، تمام؟ يبقى الايونات المشحونه دي موجوده عندي في اعلى طبقه الترموسفير على ارتفاع كام سنه ثانيه؟ 700 كيلو متر.
انا عندي اخر طبقات الغلاف الجوي موجوده عندي على ارتفاع 675، من اول ارتفاع 700 دي موجوده عندي طبقه الالومنيوم الصغير، خلاص اخر ارتفاع ليها اللي هو 700 كيلو متر من سطح الارض. طب هي مهمه في ايه طبقه الايونوسفير دي؟ طبعا طبقه الايونوسفير دي مهمه جدا 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 جدا. اول حاجه ليها دور مهم في الاتصالات اللاسلكيه زي الصوره اللي انتم شفتوها من شويه كده، فيها موجات بتنعكس وموجات بترجع تاني، يعني موجات الراديو عندنا اللي بتدسها مراكز الاتصالات ومحطات الاذاعه زي ما احنا كده ساعات بنشوف في محطات الاذاعه كده، دي بتنعكس عليها الموجات بتطلع على الايونوسفير بتعكس موجات الراديو دي وتبثها تاني للاذاعه. طبقه الايونوسفير زي ما احنا شايفين كده، ده اهو سطح الارض، دي الارض اللي موجوده اهي، موجود فيها جهاز الارسال اللي بيرسل سواء كانت من مراكز الاتصالات او الاذاعه او اي حاجه، ده جهاز ارسال تمام، بيرسل موجات معينه، الموجات دي بتنعكس تاني تمام، وتستقبل هنا في جهاز الاستقبال، يبقى بيحصل فيها دور مهم في الاتصالات اللاسلكيه. طبعا مش اكيد احنا مش هنوصل سلك ما بين سطح الارض واخر طبقه من طبقات الغلاف الجوي، فبيكون الاتصال فيها لاسلكي. طب عن طريق ايه؟ عن طريق بقى الامواج المنعكسه من جهاز الارسال وبعدين تستقبله اجهزه ثانيه زي ما موجود كده في محطات الاذاعه. هي ليه الايونوسفير؟ طبقه الايونوسفير ديت حواليها كده حزامين اثنين، بس الحزامين دول مغناطيسيين. في عالم اكتشف الحزامين دول، العالم دوت اسمه فان الين، اكتشفهم وسماهم باسم، سماهم حزامين فان الين. الحزامين دول موجودين حوالين مين؟ الايونوسفير. الحزامين دول حزامين مغناطيسيين. يبقى انا كده لو جيت قلت لك لقدامنا دوت الكره الارضيه في عندي حزامين مغناطيسيين اللي هم حزامي فان الين بالنسبه للمكتشف بتاعه. الحزامين دول بيعملوا ايه؟ زي ما احنا قلنا كده بالظبط، الحزامين دول حزامين مغناطيسيين بيحيطوا بطبقه الايونو تمام. يبقى انا دلوقتي عندي طبقه الايونوسفير موجوده في الجزء العلوي من طبقه الكرونوسفير اللي هي اخر طبقات الغلاف الجوي. حوالين طبقه الايونوسفير دي موجوده عندي حزامين اثنين، سماهم العالم اللي اكتشفهم باسمه اللي هم حزامين فان الين. الحزامين دول مغناطيسيين وبيحيطوا حوالين الايونوسفير. اهم حاجه بالنسبه لي بقى فيهم، شايفين الشكل اللي قدامي ده؟ شايفين الأشعة اللي في الكون ديت اللي بص كده حوالين الأرض؟ نحس إن هي في حاجة هنا بتشتتها بعيد عن الأرض. شايفين؟ كأنها بتشتت بعيد عن الأرض. مين اللي بيعمل كده؟ حزامين فان الين دول، الحزامين دول بيشتتوا الأشعة الكونية الضارة بعيد عن الأرض. بصوا فبيعملوا شكل جميل جدا حوالين الأرض. بصوا بنسموها ظاهرة الشفق القطبي. لو نسمع عنها سنة ثانية. ايه ظاهرة الشفق القطبي دي؟ ساعات كده الناس اللي موجودين عند القطب الشمالي او القطب الجنوبي بيشوفوا كده حاجات ملونة في الجو في اوقات معينة، زي اشعة كده زي اللي احنا شايفينها دي دلوقتي. بنشوف كده، دي الظاهرة اللي قدامنا دي بنسميها ظاهرة الشفق القطبي. طب يعني ايه ظاهرة الشفق القطبي دي؟ جت من خلال ايه؟ احنا قلنا ان حزامي فان الين دول اللي موجودين حوالين الايونوسفير، طبعا الايونوسفير ديت بتحمينا من الاشعه الكونيه الضاره، فاي اشعه كونيه جايه من الكون جايه في كوكب الارض مين يحمينا منها؟ الايونوسفير. فبتشتت الاشعه دي بعيد عن الارض خالص بعيد. لما بتشتت الاشعه الكونيه دي بتعمل الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، بتعمل حاجه اسمها ظاهره الشفق القطبي، وليها اسم تاني بنسميها الاورورا. يبقى ظاهره الشفق القطبي او الاورورا زي ما احنا كده شايفين عامله كانها ستاير ملونه مبهره، بس بنشوفها فين بس؟ عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي. يبقى ظاهره الشفق القطبي دي عباره عن ستائر ضوئيه ملونه مبهره ترى عند القطبين الشمالي والجنوبي. طب يا ميس الاشعه الكونيه اصلا ديت حصلت ليه؟ او ظاهره الشفق القطبي دي حصلت ليه؟
هنقول ظاهرة الشفق القطبي دي بتحصل لما يتم بواسطة حزامين فان آليين تشتيت الأشعة الكونية الضارة ديت بعيد عن الأرض، فيؤدي لحدوث ظاهرة الشفق القطبي اللي احنا شايفينها قدامنا. ده احنا كده عندنا 4 طبقات بتوعنا: تروبوسفير، ستراتوسفير، النيوزوسفير، كروموسفير. في أعلى التروموسفير توجد الأيونوسفير، وعرفنا إن هي حواليها حزامين، الحزامين دول اسمهم فان آليين بالنسبة لمكتشفهم. دول الحزامين دول هما اللي بيحموا الأرض من أي أشعة كونية ومشحونة وضارة. طبعا بتبعدهم بعيد عن الأرض، فبيؤدي لحدوث ظاهرة اسمها ظاهرة الشفق القطبي اللي بتحصل عند القطب الشمالي والجنوبي، وبتكون شبه بالظبط ستائر ملونة موجودة عند القطب. في حاجة بقى تانية عندنا سنة تانية اسمها الاكسوسفير. الاكسوسفير دي برضو عبارة عن طبقة، احنا دلوقتي طبقات الغلاف الجوي عندنا كلها كده، تمام؟ فايه اللي هيدمج بقى الطبقات بتاعتنا دي بالغلاف بالفضاء الخارجي؟ هي الطبقة دي. يبقى طبقة الاكسوسفير دي اللي احنا شايفينها دي قدامنا، تمام؟ الطبقة دي يندمج فيها الغلاف الجوي اللي احنا اتكلمنا عنه، الغلاف بتاعنا اللي موجود فيه الطبقات، تمام، بالفضاء الخارجي. طب هي مهمة يا ميس طبقة الاكسوسفير دي؟ اه، الأقمار الصناعية اللي احنا بنسمع كلمة أقمار صناعية، قمر صناعي. طب القمر الصناعي دوت موجود فين وبيسبح فين؟ أهو بيسبح بقى موجود في طبقة الاكسوسفير. يبقى طبقة الاكسوسفير دي موجود فيها الأقمار الصناعية. طب احنا يا ميس بنستخدم الأقمار الصناعية دي ليه؟ الأقمار الصناعية دي احنا بنستخدمها لحاجتين اتنين. أول حاجة عشان نقدر إن احنا نتعرف على الطقس. طبعا احنا خدنا الطقس والمناخ في الدراسات برضو خدتوهم. الطقس دوت إن هو نعرف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة. طب بنعرفه من خلال إيه؟ من خلال الأقمار الصناعية. تمام. رقم اتنين برضو بنستخدمه في الاتصالات اللاسلكية والبث التلفزيوني عبر القارات. حتى انتوا بتسمعوا كده قمر صناعي، اه، اللي هي سواء في البث التلفزيوني او الاتصالات اللاسلكيه زيه زي طبقه الايونوسفير، تمام. اذا بتسبح فيها الاقمار الصناعيه اللي بنستخدمها في الاتصالات والبث التلفزيوني، وكمان بنتعرف منها على. تعالوا بقى نتكلم كده مع بعض عن ملخص الدرس كله، سواء من الجزء اللي فات او الجزء بتاع النهارده. احنا قلنا الدرس بتاع النهارده دوت بيتكلم عن طبقات الغلاف الجوي، وقلنا ان طبقات الغلاف الجوي دي عباره عن 4 طبقات، وان الغلاف الجوي دوت مفروض ان احنا عارفين ارتفاعه يعادل 1000 كيلو متر. احنا قلنا سنه تانيه كل ما برتفع لاعلى بيحصل ايه للضغط؟ هنتكلم اول حاجه عن الضغط، عشان لما تيجي تذاكروا كده الدرس دوت تفهموه اكتر ما تحتاجوه. الضغط عندي انا عارفه ان الضغط كل ما بطلع لفوق حاجه الاقيه في اول طبقه عندي كان 100 مللي بار، يبقى انهي طبقه؟ في الطبقه الاولى، تمام؟ بعد كده عندي هيبدا يقل برضو في الطبقه الثانيه ويوصل عندي لواحد مللي بار، وبعد كده برضو هيوصل في الطبقه الثالثه لحد ما بيوصل 1 من 100 مللي بار. وكده لو اتكلمت عن الضغط الجوي لكل، يبقى انا الضغط الجوي عندي بيقل في الطبقه الاولى لحد ما بيوصل ل 100 مللي بار، في الطبقه الثانيه بيوصل ل 1 مللي بار، وبعد كده الضغط الجوي بيوصل ل 1 من 10 من 100 مللي بار في الطبقه الثالثه. هنتكلم بعد كده عن درجه الحراره. انا قلت لكم عشان نتكلم عن درجه الحرارة، قلنا إن درجة الحرارة في الطبقة الأولى بتقل عندي لحد ما بتوصل عندي لحد الفصل اللي هنا ده، كنا بنسميه إيه سنة تانية؟ برافو، اسمه استروبو جول، تمام. هنا بتثبت درجة الحرارة وبتوصل عندي بكام؟ -60 درجة مئوية، تمام. لو اتكلمت بعد كده عن درجة الحرارة هنا
المنطقة دي بتثبت فيها درجة الحرارة ما بين الثانية والثالثة سميناها إيه؟ ستراتو. برافو، ستراتو بوز. قلنا درجة الحرارة في الأولى، برافو، بتقل درجة الحرارة، تمام. طب ودرجة الحرارة في الثانية بتزيد، بتزيد لحد ما توصل لكام؟ ده هي كانت سالب 60 درجة مئوية، هتوصل لصفر درجة مئوية، وبعد كده هتبدأ تقل تاني في الطبقة الثالثة لحد ما بتوصل عندي هنا عند الميزو بول، توصل عندي لسالب 90 درجة مئوية. عشان كده قلت إن طبقة الميزو سفير ديت هي طبقة أكثر الطبقات برودة، نسميها الطبقة الباردة وكمان الطبقة المتوسطة لأنها بتتوسط طبقات الغلاف الجوي. بعد كده درجة الحرارة بتبدأ، إحنا قلنا بتقل وبتزيد وبعدين بتقل، تزيد تاني الكروموسفير لحد ما توصل لآخرها لكام يا سنة تانية؟ 1200 درجة مئوية. ده بالنسبة عندي لدرجة الحرارة. قلنا الارتفاع، احنا قلنا من سطح البحر لحد 13 كيلو، تمام؟ دي الطبقة الأولى. الطبقة التانية عندي واخدة من 13 كيلو ل 50 كيلو متر، والطبقة التالتة عندي واخدة لحد 85 كيلو متر، ده الارتفاع. أما آخر طبقة بقى فواخدة لحد 675 كيلو متر. وبعد كده عندي طبقة الأيونوسفير اللي أنا قلت لكم ارتفاعها لحد 700 كيلو متر على سطح البحر. احنا قلنا لو جينا نتكلم عن السمك، السمك دي اللي هي الحتة من هنا من أول الطبقة لحد آخرها، كام دول؟ دول 13، يبقى سمك الطبقة دي 13 كيلو متر، تمام؟ نيجي للطبقة الثانية واخدة من أول ال 13 لحد ال 50، يعني سمكها كام؟ 37 كيلو متر، ده بالنسبة للسمك. الطبقة الثالثة دي عندي سمكها 35 كيلو متر. أما الطبقة الأخيرة دي فهيكون سمكها برافو كام؟ 590 كيلو متر. يبقى أنا كده اتكلمت عن الضغط الجوي لجميع الطبقات ودرجة الحرارة بيحصل لها إيه؟ والارتفاع والسمك. نعرف بقى أهمية كل طبقة من الطبقات، طبعًا إحنا عارفين الطبقة الأولى والطبقة الثانية الترتيب بتاعهم لازم يكون بالترتيب من الأقرب لسطح البحر وحتى الأبعد منه. إحنا قلنا أهم حاجة في طبقة الغلاف الجوي الأولى إن هي بيحدث فيها جميع الظواهر الجوية اللي هي الأمطار وتقلبات الطقس كلها، يعني لأن هي موجود فيها 75% من كتلة الغلاف الجوي. وقلنا كمان فيها نسبة كبيرة من بخار الماء، فيها 99% من بخار الماء، عشان كده هي بتحافظ على درجة الحرارة بتاعت الجو عندي ومسؤولة عن تنظيم درجة الحرارة اللي موجودة على سطح الأرض. دي بالنسبة عندي لطبقة التروبوس. الطبقة التانية أهم حاجة نخلي بالنا منها سنة تانية إن هي موجود فيها الجزء السفلي فيها الهواء بيتحرك أفقي في الطبقة دي، ومناسب لتحليق الطائرات لأنها طبعا خالية من الغيوم والاضطرابات اللي موجودة في طبقة التروبوسفير. كمان بتحتوي على غاز الأوزون اللي احنا بعد كده هندرسه ان شاء الله الوحده الثانيه ونعرف اهميته ايه، وليه موجود بالذات في طبقه ستراتوسفير. طبعا موجود الاوزون من ارتفاع 20 ل 40 كيلو متر في الطبقه دي، يعني في الجزء السفلي، وتعتبر اكثر استقرار من بقيه الطبقات. اما الميزوسفير ديت اللي هي الطبقه المتوسطه اللي ما بين الطبقات، هي تعتبر اكثر الطبقات بروده، بس ليها اهميه جامده جدا لانها بتحمينا من الشهب اللي جايه من الفضاء، لكنها بالرغم من كده ان هي طبقه متكتله لان هي فيها نسبه من غازات الهيدروجين والهيليوم. اخر حاجه يا سنتان هي طبقه الكروموسفير، وقلنا الطبقه ديت من اسمها كده بتدل ان هي حراريه، يبقى اعلى طبقه غلاف الجو في درجه الحراره. قلنا فيها الجزء من 70 كيلو متر من سطح الارض هي في الايونوسفير، وعرفنا طبقه الايونوسفير ليها اهميه كبيره جدا في ان هي بتستخدم في دور، ليها دور مهم يعني، وبتستخدم في الاتصالات اللاسلكيه والبث الاذاعي لان هي بتتعكس عليها موجات الراديو او محطات الاذاعه. تمام.
دي بعد كده خدنا ان موجود في طبقه الالوان السكير دوت بيحيط بيها حزامين مغناطيسيين، وقلنا ان الحزامين دول سميناهم فالقانين نسبه للمكتشف. الحزامين دول طبعا حزامين بيحيطوا بطبقه الايونوسفير وبيعملوا على تشتيت الاشعه الكونيه الضاره بعيد عن الارض، فبتظهر ظاهره بنسميها ظاهره الشفق القطبي او الاورورا، اللي هي عباره عن الوان مبهره كده بنشوفها عند القطبين الشمالي والجنوبي. بعد كده في طبقه الاكسوسفير، وطبقه الاكسوسفير ديت هي اللي بتدمج طبقات الغلاف الجوي بالفضاء الخارجي، ودي بتسبح فيها الاقمار الصناعيه اللي احنا بنستخدم الاقمار الصناعيه دي في التعرف على الطقس، وكمان بنستخدمها في البث التلفزيوني عبر القنوات. يعني لو جه كده مثلا سؤال سالني سؤال قال لي ايه اهميه حزامي فان ألين؟ بيعملوا ايه؟ تمام، بيعملوا تشتيت الاشعه الكونيه الضاره بعيدا عن كوكب الارض. طب ايه اللي بينتج عن كده؟ حدوث ظاهره الشفق القطبي اللي هي الستائر الملونه اللي بتحصل عند القطبين الشمالي والجنوبي. يجي مثلا يسالني الاقمار الصناعيه انا بستخدمها في ايه؟ الاقمار الصناعيه انا بستخدمه في التعرف على الطقس، وكمان بستخدمه في البث التلفزيوني عبر القنوات. ده كده بالنسبه لسنه ثانيه لملخص درس طبقات الغلاف الجوي، ونخلي بالنا بس من القوانين اللي احنا خدناها الجزء اللي فات عشان المسائل اللي فيها درجة الحرارة سواء عند سقف جبل أو قمة جبل، وأعرف مقدار التغير في درجة الحرارة عشان احنا خدنا في طبقة التروبوسفير إن كل ما بزيد أو ارتفع 1 كيلومتر عن سطح البحر كل ما بتقل درجة الحرارة عن 6.5 درجة مئوية. يعني كل 1 كيلو بيقل 6.5 درجة مئوية. إن شاء الله السنة الثانية الحصة الجاية بإذن الله هناخد الدرس الجديد في الوحدة عندي اللي هو تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض، وهنعرف بقى أهمية طبقة الأوزون. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحصة بإذن الله، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.